الحمد لله، الحمد لله صاحب الأيام والجمعة ورب المشارق والمغارب والعالمين والبرية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على المبعوث للعالمين رحمة سيدنا محمد سيد سفراء الإنسانية، وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، فيا عباد الله، اسمحوا لي أن أوصي نفسي وإياكم بما وصى به رب البرية، حيث قال في بعض آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معاشر المسلمين حفظكم الله، من الآية السابقة عرفنا أن الإسلام يحث معتنكه على أن يكونوا أولي الألباب، وذلك بجذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق تبارك وتعالى. ومعرفة الحق لا تدرك إلا باستعمال ما ألهمه الله الإنسان من القلب والعقل على حد سواء، فالإنسان يتمركز فيه قبطان، قطبان يتحكمان بمختلف فاعليته العملية وتجلياته الروحية، وهما القلب والعقل. والله تعالى لما وصفهم بأولي الألباب فوصفهم بالذكر، وقد ثبت أن الذكر باللسان والقلب لا يكمل إلا مع الفكر أيضا. أيها المسلمون حفظكم الله، ولما آل الأمر إلى الفكر فلم يرغب الله في الفكر في ذاته، بل رغب في الفكر في خلقه من أحوال السماوات والأرض، لأن الاستدلال بالخلق على الخالق لا يمكن وقوعه على نعت المماثلة، إنما يمكن وقوعه على نعت المخالفة. فإذا نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها وبكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل. وعلى هذا يا سادة، فعندنا مقالة مشهورة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالكتاب، ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ربه بالوجود، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء. وعلى هذا فقد ألهم الله الإنسان ثلاثية أمور، وهي البيان والبرهان ثم العرفان. وهذا الصوفي الكبير الإمام عبد الكريم الكشيري
قد أتى بثلاثية المباني العلمية في الإسلام التي تتعلق بمراتب علوم اليقين في الإسلام. فالعلوم في الإسلام عند القشيري تنقسم إلى ثلاثة أقسام يكون ترتيبها على حسب نظره إلى علم اليقين، فعين اليقين، ثم حق اليقين. قال القشيري: إن علم اليقين هو العلم الذي يملكه الناس الذين كانت لديهم كفاءة في النظر وانتظام العقل، وهم أرباب العقول. وكان عين اليقين هو ما يدركه أصحاب العلوم المستنبطة من الوحي أو الكلام أو البيان الإلهي أو من السنة أو الآثار. وأما حق اليقين فهو اليقين المكتسب من التجربة الداخلية التي يكتشفها القلب البشري الذي لا يشكه أي شيء، وهو يقين أصحاب المعارف الذين وصلوا مرتبة المعرفة. وهذا الميل من قبل القشيري يخالفه الفيلسوف الكبير المغربي محمد عبد الجابري، الذي أشار إلى أن العلوم في الإسلام يكون ترتيبها على هذا الشكل: أولاً النظام البياني، وهو علم اليقين في مصطلح القشيري، ثم النظام العرفاني، وهو حق اليقين في مصطلح القشيري، ثم النظام البرهاني، وهو علم اليقين في مصطلح القشيري. أيها السادة، فهذه العلوم كلها على جملة مشتملاتها ومشتقاتها ومستوياتها دلت على وجوب المؤمنين في معرفة الحق تبارك وتعالى، وليكونوا أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وهذه الصفة ذاتها هي صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله تعالى في معاملاته، فإذا صار من الخلق أجنبيا ومن آفات نفسه بريا ومن المساكنات نقيا، ثم دام في السر مع الله ومناجاته، يسمى عند ذلك عارفا، وتسمى حالته معرفة. وفي الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفة بربه عز وجل، فقد قال ربنا في الآية الثانية والستين إلى الآية الرابعة والستين من سورة يونس، ولتكون هذه الآية ختاما لهذه الخطبة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والبيان والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين.
الحمد لله، الحمد لله الفتاح الغفار، ونشهد أن لا إله إلا الله العليم الكريم الستار، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر، وعلى آله وأصحابه السالمين من عذاب النار. وبعد، فيا أيها الأبرار، فلنتك الله في الليل والنهار، ولنعلم أن الله صلى على أفضل من علم وعرف وبصر، سيدنا محمد المعصوم من كل شر، فقال تعالى وأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الستار. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء وضرر. اللهم تقبل منا صالح الأعمال والأبرار، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احمي بلدنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين من الفحشاء والمنكر، ما بطن منها وما ظهر. ربنا آتنا في الدارين حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وأنعمه ونعمائه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.